جينا البارح قالوا الناس كيتخلصوا تيخلصوا حتى الحصه 12 حبسوا قالك ما بقاوش فلوس سيروا بحالكم. عاود جيت دابا 7 و 4 كنت هنايا شاد امه ديال البشار كانت هنايا ماتيني باركين كنتسناو 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 جات السيده طلعت صيفطت واحد قالت لي قول لهم ما كاينش فلوس سيروا بحالكم هادشي اللي كاين اخويا وحنا كنمشيو نجيو وانا ساكن في مجموعه 6 وكنجي من مجموعه 6 في الطاكسي حتى لهنا ونعاود نرجع حالي ونعاود نمشي ونعاود نرجع ما كاينش ما نخرجوش حنا كنخرجوا يوميا عطاوني قال لي اما التشارك التشارك مشيت ليها التشارك مشيت ليها قالك ما فيهاش فلوس البارح جي قالك سير اللي قريبه لك الاخرى ديال الخيريه جيت ديال الخيريه جيت البارح حتى 12 ما كاينش عاود دابا ثاني جيت اليوم مع 7 و 4 ديال الصباح الناس كانوا معايا ما باركين ما كاين والو قالك طلعت السيده هبطت قالك ما كاين حتى حاجه جيت البارح جيت البارح ما كاين والو اين واقفين زحام هنا واحد 120 واحد اللي كانت هنايا قالوا لنا لحقت 12 الله وبقينا الفلوس ما بقاتش عاودنا مشينا جيت اليوم مع الفجاعه انا هو كمال السبعه مع اي السبعه اللي كاينين هنا شويه ولات 90 واحد دابا عاودوا قالنا الفلوس ما كايناش وحنا علاش كيبقاو يجيبوا فينا واش كيجيبونا الماضو ما كيجيبونا الماضو ما كاين لا تعقيم في الدار امانه لا يديك على الوسخ وحشومه هادشي واش الدعم صيفطوا لنا صاحب الجلاله الله ينصحو واد الناس مالهم ما بغاوش يطيحوا لينا حشومه عيب هادشي اللي كاين اخويا حتى انا جيت ما لقيتش شيء ما لقيتش شيء راه جينا البارح مع الفجر وجينا اليوم ثاني مع الفجر هذا عارف المجموعه جوج المجموعه جوج هنا راه ما كان حتى حاجه البارح قالوا لك ما كانش فلوس اليوم ثاني قالوا لك ما كانش فلوس اي والله ما عاش الملك عاش الملك قالوا لك سيروا تنعيطوا عليكم تنعيطوا عليكم وراه دابا وجيو بلا ما تبقاو تجيو تعذبوا وهذا اللي كاين جيت قلت المجموعه 6 جيت هنا انا نهضر جيت 13 يوم ومشيت بحال اليوم قال لي ما كاينش فلوس سير بحالك ما كاينش فلوس تنعيطوا لكم وهذا اللي جيو وهذا الشيء اللي طلع هو هذا